تخيل في ليلة هادية وانت بتبص للسماء وتتأمل في جمالها، وفي مكان تاني بعيد عنك خالص في الكون بيشهد أحداث غريبة جدا. تخيل ان في نفس الوقت اللي كل حاجة قدامك فيه طبيعية وعادية، وعلى بعد مسافة بعيدة جدا عن عيوننا وحتى عن عيون التلسكوبات العادية بملايين السنين الضوئية، مجرة كاملة بتبتلع قدام عينيك، مجرة مش نجم ضخم حتى. الحقيقة ان ده حصل ورصدوا تلسكوب جيمس ويب في اكتشاف فريد من نوعه لأول مرة، وهو اكتشاف حرفيا هز الأوساط العلمية. باستخدام تلسكوب جيمس ويب قدر علماء الفلك يعثروا على ثقب أسود قدر يبتلع مجرة كاملة باستخدام تكنيك معين. حرفيا مجرة كاملة مليانة بملايين النجوم والكواكب والأجسام. هل ممكن تصدق ان حاجة بالحجم الهائل ده ممكن تختفي بالشكل ده؟ حاجة أقرب للخيال فعلا. مجرة كاملة بتختفي قدام عينهم وبتقرب ناحية نقطة سودة ومخيفة بتبتلع كل شيء حواليها نجم ورا التاني، كأن بتبلعهم حفرة عملاقة في الفضاء. طبعا مشهد غريب جدا، لو تخيلته هتسأل نفسك أسئلة كتيرة قوي، وإزاي ممكن حاجة زي دي تحصل، وهل ده ممكن فعلا يحصل لمجرتنا ضرب التبانة، ولا الموضوع ده ليه شروط معينة أو دي حالة خاصة؟ كل ده هنعرفه النهاردة في حلقتنا، فاربط الحزام ويلا بينا في الرحلة اللي هنعرف عنها كل حاجة عن الاكتشاف ده. طبعا علشان اعرفك في البداية ازاي ممكن ثقب اسود يوصل لمرحلة ابتلاع مجرة بالكامل، لازم في الاول تعرف ايه هو الثقب الاسود وازاي بيتكون. الثقب الأسود هو عبارة عن مكان في الفضاء جاذبيته قوية جدا لدرجة ان اي حاجة بتقرب منه بتتسحب جواه، والجاذبية الكبيرة جدا دي سببها ان في كتلة كبيرة جدا محطوطة في مساحة تكاد لا تذكر، بالتالي الأجسام والنجوم وغيرها مش بتقدر تهرب من الجاذبية الضخمة دي، حتى الضوء اللي هو أسرع حاجة في الكون مش بيقدر يهرب منه وبيتسحب جواه. علشان كده سموه ثقب أسود لأنه مش بيشع أي ضوء، بالتالي هي مش مجرد ثقوب أو فراغات في الفضاء، بالعكس هي مليئة بالمادة بشكل مهول ومضغوطة جدا لدرجة محدش يتخيلها، وده اللي بيفسر ليه أي حاجة تدخل في نطاق الثقب الأسود بتختفي وما بتخرجش تاني. العلماء بيقولوا إن علشان حاجة تقدر تهرب من الثقب الأسود لازم تكون سرعتها أسرع من سرعة الضوء، وده مستحيل وفقا لقوانين الفيزياء. والحقيقة ان العقل في البداية ما كانش يقدر يتخيل ابدا وجود اجسام بالشكل ده، والثقوب السوداء في البداية كانت مجرد فكرة نظرية. ألبرت أينشتاين كان من اوائل الناس اللي آمن بوجودها في النسبية العامة، لكنه مات قبل ما يشوف دليل فعلي على وجودها. بعد كده العلماء قدروا يكتشفوا وجود دلائل عن طريق انهم بيرصدوا تأثيرها على النجوم اللي حواليها عن طريق الجاذبية. وفي سنة 2019 اخيرا قدر فريق العلماء اللي كانوا شغالين على تلسكوب افق الحدث ياخدوا اول صورة فعلية لثقب اسود باستخدام شبكة من التلسكوبات حول العالم، والصورة كانت لثقب اسود في مجرة بعيدة اسمها M87، وده كان اول دليل مرئي على وجود الثقوب السوداء، والصورة دي كانت محور حديث العالم وقتها. كنا اتكلمنا عنها هنا في القناة من 5 سنين في الموسم الاول، ممكن تشوفها من الاي اللي فوق. هتقول لي ما انت لسه قايل لي من شوية مش بنشوف حاجة وما فيش حاجة تقدر تهرب منه، ازاي صورناه ورصدناه؟ هقول لك يا سيدي، طبعا احنا بنقدر نشوف تأثيرات الثقب الاسود لما بيتفاعل مع المادة، زي انه يبتلع نجم او مجموعة من الغازات والغبار. واخر نقطة بنقدر نشوف فيها المادة بتكون افق الحدث، وهي دي اللي العلماء قدروا يرصدوها، ودي المنطقة اللي بعديها مفيش أي حاجة بتقدر تهرب من جاذبية الثقب الأسود. النوع الأول وبيعرف بالثقوب السوداء النجمية، وده بيتكون بعد نهاية أو انفجار وموت نجم ضخم بيتراوح كتلته ما بين 8 إلى 10 كتل شمسية، وممكن أكبر من كده كمان، وده بيحصل لما بيبدأ النجم يستنفذ كل وقوده النووي من الهيدروجين والعناصر الأثقل منه زي الهيليوم والأكسجين وغيرهم، وبيبدأ يختل التوازن اللي محافظ على شكل النجم، التوازن اللي موجود بين الجاذبية بتاعة النجم والضغط الناتج عن التفاعلات النووية دي. وبعد كده بيتضخم النجم
ويحصل انفجار هائل سوبر نوفا، وبيترك وراه نواة النجم اللي هي في الحالة دي الثقب الأسود. أما النوع الثاني فبيكون الثقوب السوداء العملاقة فائقة الكتلة، ودي بتتميز إنها موجودة في مراكز المجرات وبتكون أكبر بكتير. وأشهر مثال على النوع ده هو الثقب الأسود العملاق اللي موجود في قلب مجرتنا درب التبانة واسمه ساجيتاريوس A، وده زي النوع الاكتشاف بتاع النهاردة بيتكلم عنه. في نوع ثالث وهي الثقوب السوداء متوسطة الكتلة اللي مقترح انها بتتكون نتيجة اندماج ثقوب اصغر مع بعضها. واخر حاجة هنعرفها عن الثقوب السوداء علشان تتخيل شكلها اكتر هي بتتكون من ايه. الثقب الاسود بيتكون من حاجتين اساسيتين، افق الحدث ونقطة التفرد. افق الحدث هو الحدود الخارجية للثقب الاسود، وده خط اللا عودة، يعني اول ما اي حاجة تعدي الخط ده مش بتقدر تفلت من جاذبيته. أما نقطة التفرد فهي المركز اللي بيتجمع فيه كل كتلة الثقب الأسود واللي كان في الأصل نجم. أي جسم يدخل الثقب الأسود بيتم سحبه لنقطة التفرد، لكن إيه اللي بيحصل هناك؟ ده سر لسه العلماء بيحاولوا يفهموه، وفي فرضيات كتير بتتكلم عن الموضوع ده، لأن حرفيا النقطة دي مش بتقدر تفسرها الفيزياء الكلاسيكية. وفي فرضيات في الفيزياء الكلاسيكية وميكانيك الكم عن نقطة التفرد تحديدا، لأن عندها مش بتقدر الفيزياء اللي نعرفها أنها تفسر إيه اللي بيحصل وإيه اللي موجود بالضبط بعد النقطة دي. زي ما قلنا إحنا مش بنقدر نشوف الثقب الأسود نفسه، بس بنرصد تأثيره على الغازات والنجوم اللي بيشدها حواليه. وهنا نيجي للاكتشاف الرهيب اللي جيمس ويب قدر يرصده من خلال فريق من الباحثين بقيادة علماء من جامعة كامبريدج. الاكتشاف ده حصل في مجرة العلماء أطلقوا عليها اسم مجرة بابلو GS 10578، وكانت بتبعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية من الأرض، واتشكلت بعد الانفجار العظيم بحوالي 2 مليار سنة فقط. المجرة دي في حجم تقريبا قريب جدا من حجم مجرتنا، مليانة بالنجوم والكواكب زي أي مجرة تانية، لكن المشكلة هنا كانت في الثقب الأسود العملاق اللي موجود في مركزها، واللي حجمه أكبر 200 مليار مرة ضعف حجم الشمس. طب لحظة نقف هنا، إزاي النوع ده من الثقوب السوداء اتكون وما فيش نجوم بالكتلة ولا الحجم ده؟ الحقيقة إن لسه ما فيش فرضية مؤكدة، لكن الثقوب السوداء البدائية في الفجر الكوني دي العلماء اقترحوا انها اتكونت اثناء الكون المبكر. وعموما الثقوب السوداء بعد ما بتتكون بتبدأ تكبر لانها بتبتلع الغاز والغبار والنجوم اللي بيقربوا من نطاق جاذبيتها. لكن حجم الثقب الاسود الضخم ده مش هو الحاجة الوحيدة المميزة فيه. الثقب الاسود ده قتل المجرة عن طريق حاجة اسمها التجويع، حرفيا كأنه جوع المجرة لحد ما ماتت. طب ايه الكلام ده؟ وفي مجرة اصلا بتجوع وتموت؟ تعال افهمك. الثقب الاسود اللي رصدوه ما كانش بس بيبلع النجوم اللي حواليه زي اي ثقب اسود تاني، لا، اللي اكتشفوا العلماء ان كان بيطرد كميات هائلة من الغاز بسرعات خرافية جدا، وصلت ل 2.2 من 10 مليون ميل في الساعة. وعلشان تستوعب الرقم، هو اسرع 1500 مرة من اسرع طيارة مقاتلة هنا على الارض. والغاز ده كان بارد وكثيف جدا لدرجة ان طبعا التلسكوبات العادية ما قدرتش ترصده، لكن تلسكوب جيمس ويب بفضل حساسيته العالية للأشعة تحت الحمراء ودرجات الحرارة المنخفضة قدر يرصده. وهنا خلينا اقولك ان المجرات ممكن تموت، واكبر دليل هي المجرة اللي رصدوها، لان وجود اي مجرة بيرتبط بكمية الغاز والغبار اللي موجود فيها، لأن النجوم بتتكون من تجمعات من سحب الغاز والغبار ده في حاجة اسمها السودوم اللي هي تعتبر مصانع بتنتج النجوم. بالتالي الغاز ده كان مهم جدا للمجرة لأنه هو الوقود اللي بيستخدم في تكوين النجوم الجديدة. فبدل ما الغاز يتجمع لتكوين نجوم جديدة، الثقب الأسود كان بيطرده خارج المجرة بالكامل، وده خلى المجرة تموت. العلماء قالوا ان المجرة بقت مجرة ميتة، بمعنى انها توقفت عن تكوين نجوم جديدة، وبالتالي فقدت الطاقة اللي كانت بتضمن استمراريتها. وبكده الثقب الاسود ده قدر يقضي على المجرة مش بس عن طريق انه يبتلع النجوم في نطاق جاذبيته، لكن انه فضل يطرد الغازات الضرورية لتكوين النجوم دي، وده بالضبط اللي حصل في مجرة بابلو. بالتالي العلماء سموه بعملية خنق أو تجويع المجرة.
لأن كده بيمنع عنها وقودها اللي بينتج النجوم أو بيمنع عنها الأكل اللي محتاجاه علشان تفضل حية. كنا اتكلمنا عن مجرة تشبه الحالة دي في الفجر الكوني، ممكن تتابع الحلقة ديت من الاي اللي فوق أو حسبها لك إن شاء الله في صندوق الوصف. الاكتشاف ده هيقدر يساعد في بحث مهم جدا ولغز حير العلماء، وهي ليه المجرات في بداية الكون بتكون بالحجم الكبير ده؟ وكان العلماء في حيرة من أمرهم، هل فعلا ممكن الثقب الأسود يقتل مجرة ويبتلعها بالكامل بمرور السنين ولا لا؟ ولكن طبعا لسه محتاجين تحليلات أكتر للبيانات اللي تم رصدها علشان يتم تأكيد المعلومة دي على نطاق واسع. وهنا يجي السؤال، طب حتى لو الثقب الأسود ابتلع المجرة كلها، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وإيه هي نهاية الثقوب السوداء عموما ولا ملهاش نهاية؟ الأسئلة دي أنا جاوبتها قبل كده في حلقة شرح إشعاع هوكينج والطريقة اللي بتتبخر بيها الثقوب السوداء، تابع الحلقة في صندوق الوصف. الحالة والاكتشاف اللي قدمه تلسكوب جيمس ويب بيمثل حاجة معروفة في علم الفلك بردود الفعل Feedback in Astronomy. بتحصل الحالة دي لما بتحدث الطاقة المكثفة الصادرة من الثقب الأسود واللي بتدفع الغاز والغبار بعيدا عن مراكز المجرات، واللي بتكون حاسمة جدا في عدم تشكيل النجوم بالمجرة، وعلى الجانب الآخر بتساعد كمان في تكوين نجوم جديدة بس على المسافات البعيدة على أطراف المجرة. الكشف الجديد بيشكل تعريف جديد للمجرات الميتة، أو ممكن نقول الهادئة في تشكيل النجوم. مجرة غريبة حافظت على كتلتها بالرغم من مرورها بحدث الموات اللي سببه الثقب الأسود الغريب. بتفتح النتائج دي أفاق واعدة لفهم التشكل الكبير للمجرات ونموها الكبير في الفجر الكوني، وإزاي بتفقد الحالة دي بسبب ثقب أسود غير عادي. الفريق اللي قاد البحث الجديد هيتابع أبحاثه باستخدام مصفوفة أتاكاما المليمترية ألما، واللي بتتكون من 66 تلسكوب راديوي في دولة تشيلي، واللي هيكشف عن أي غاز بارد موجود في مجرة بابلو وتأثير الثقب الأسود اللي موجود هناك على محيط المجرة. طيب أكيد في سؤال شاغل بالك من بداية الحلقة، هل ممكن الثقب الأسود الموجود في قلب مجرتنا أنه يبتلع مجرتنا بالشكل الغريب ده؟ الحقيقة الإجابة لا، رغم أن الثقب الأسود ده ضخم جدا، لكن المجرة بتاعتنا كبيرة قوي، والمسافات بين النجوم والكواكب كبيرة جدا، وبالتالي مش هيسحب كل حاجة حواليه. النجوم القريبة منه ممكن تتأثر، لكن مفيش خوف أنه يبلع المجرة كلها. وعموما الأحداث دي خلت العلماء يفهموا حاجة مهمة، الثقوب السوداء هي مش مجرد وحوش بتاكل كل اللي حواليها، لا، دي بتتحكم في تطور المجرات. يعني المجرة اللي اختفت دي ما كانتش بتعيش، كانت بتموت ببطء، والثقب الأسود كان بيقضي عليها. الحدث ده خلى العلماء يبصوا للكون بنظرة مختلفة، الثقوب السوداء مش بس بتدمر، دي كمان بتعيد تشكيل الكون، بتعيد توزيع المادة في الفضاء، بتساعد على تكوين مجرات جديدة. الثقوب السوداء لسه مليانة أسرار، واللي شفناه دلوقتي مجرد بداية. كل مرة العلماء بيكتشفوا حاجة زي دي بيلاقوا أسئلة جديدة محتاجة إجابة، وده اللي بيخلينا نتابع باستمرار كل جديد عن الكون. وطبعا تلسكوب جيمس ويب هو دايما بطل الحكايات دي كلها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا مستمرين، اشترك في القناة وتابع الفيديوهات اللي فاتت، فعل زر الجرس علشان تتابع سلسلة من الحلقات المثيرة والغريبة في الأيام القليلة القادمة. وطبعا ما تنساش انك تشير الحلقة علشان توصل لأكبر عدد. وعلى وعد بلقاء جديد في إنفوسفير، غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.